ازيكم؟ تفتكروا لو شكلكم بسيط او ما عندكوش موهبه تنسيق الالوان ونفسكم تخرجوا خروجه حلوه في مكان شيك، المكان ده ممكن يستقبلكم ازاي؟ تعالى وانا اقولك. احنا دلوقتي هنتصل بكافيه في المهندسين عشان نعمل حجز فيه 011. دلوقتي احنا هنتصل بمطعم في الزمالك 022. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لو سمحت عايز اعمل حجز غدا. انا عايز احجز غدا. كم شهر؟ 2. النهارده؟ ايوه يا فندم الساعه 2. اه يا فندم مسجل عامل 6 جهات 6 بعيد. اه انا بكره فردين ولا كم؟ اه فردين بكره. اوكي فندم تشرفونا. اوكي مشتي. شفته في المطعم ويا ترى هنخش ولا لا ولا يحصل فينا مش عارفين. نشرب حاجه بس وننزل على طول، يعني لو شفنا اي مكان فاضي يا اخي في فلوس كل حاجه في معانا فلوس والله مش قصدي يعني معانا فلوس والله جايين من سفر تعبانين. طب قول لنا طيب فين؟ طب ما السيارات دي فاضيه اهي. لو حد والله ثواني في المدير بتاع الكشري. طيب هنا حد؟ هو فين؟ طيب بدل ما نكسب مشوار في الاخر احنا صدقنا جينا. انا عارف انا عارف يا ابن عمي انا ضيوف عندكم. قلت لك انا قلت لك ما نلبسش اللبس دوت ونلبس لبس قميص وبنطلون عشان الناس ما تسمعش كلام. طب ما هو انا يعني عايز نلبس عريان يعني زي مش لازم عريان بس يعني ممكن تلبس ايه يعني؟ طيب جبت لي وانا قلت لا ما كنا اشترينا طيب انا قلت لك قلت لا البس قط زي الست ده اهي اهي دي دخلوه. ايوه ماشي ما قلناش حاجه بس برضه مشينا عشان نخرج احنا جايين زياره نتبهدل كده محدش خلاص يلا بينا اسلوب مش كويس احنا غلطانين. شارج وكل حاجة ومحتاجة. طب شايك عندك في الإدارة، لو كان عندك مشكلة في الجهاز. شايك في الإدارة. لا 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 أنا متأكد. برضه متأكد من صفة مكان. ليه؟ مش رقمكم اللي هو وريه وريه المكالمة. ماليش علاقة بشوف المكالمة أنا ليا بالسيستم اللي قدامي. طب شوف بقى مين اللي غلط في السيستم ده. طب خلاص نحجز دلوقتي. نحجز دلوقتي ممكن لبعض الحجز اللي قبلها بشوية ما ينفعش نحجز دلوقتي قبل احجز لي بعد بكره؟ ممكن اه لان بكره. طب مين اللي غلطان؟ مين المسؤول عن الحجز مش موجود؟ مفيش حد غلط يا فندم. طب ما الاماكن فاضيه هنا خلاص بناخد ناكل وخلاص. معانا فلوس والله. لا مش قصه فلوس يا فندم والله. هو الفكره بس ان حضرتك يعني لازم يبقى في حجز مسبق. طب انا بقول لك في حجز. بقول لحضرتك هو الاسم حضرتك بتقول لي مش موجود في السيستم. احنا
اترفضنا من الدخول في المطاعم دي مع اننا حاجزين اكتر من مرة، ومع اننا قلنا لهم ان احنا معانا فلوس بس عشان شكلنا. بس في نفس اليوم بالليل لما رحنا المطاعم دي بلبس مختلف، تفتكروا حصل ايه؟ تعالوا انا اقولك. دلوقتي احنا عاملين وبنشرب بطيخ. ايوه نشرب بطيخ. مش عارفة اسميها عنصرية ولا طبقية ولا تمييز على اساس الشكل، بس بعيدة عن كل التعريفات المجعلصة دي، ده الواقع. انت قيمتك في المجتمع ده بشكلك. واضح كده ان اللي لابسه بسيط او اللي لابسه حجاب بشكل معين ملهاش نصيب تدخل الاماكن دي خالص. بس تفتكروا ليها نصيب تمشي في وسط البلد مع صاحبتها لو صاحبتها دي لابسه مختلف عنها شوية؟ ولا لازم كل واحدة فيهم تخلي التانية نسخة طبق الاصل منها؟ تعالوا نشوف رد فعل الناس ايه. برضو رواية. السلام عليكم. سبحان الله بعد الجهة. بنات؟ طب لو شفتنا احنا الاثنين ماشيين انا وهي تعاكس مين فينا؟ عكسك انت. ليه بقى؟ عشان انت مديه الفرصه لي. عكسك انا اللي مديك الفرصه؟ لا طبعا. اشمعنى؟ حلوه وعامله شعرك ولابسه على الموضه ولازم عكسك انت. طب ما تعاكست خالص احسن. لا لازم عكس. لازم؟ لازم عكس. مفيش يعني اي اوبشن ان انت تعاكس. لما هي برضو حلوه يعني ماشي. بس انا اتكسف عكسها هي. تتكسف ليه تعاكس؟ عشان هي محجبه شكلها ملتزمه فنكسف. لكن انا باخد بالظاهر بقى دلوقتي انا ماشي في الشارع باخد بالظاهر. اللي قدامي دي ملتزمه انا اتكسفك عاكسها بصراحه. ولو شفت حد بيعاكسها هشتبه. بس لو شفت حد بيعاكس واحده عاديه لا مش هتكلم معاها. طب سؤال بقى، لو في ناس بتفكر زي سواق التاكسي ده وشايفين ان اي بنت تلبس قط قله الادب ولازم يعاقبوها بالتحرش وبان هم يضايقوها طول الوقت، لو الناس دي شافت البنت اللي لابسه قط ماشيه مع واحد بادي بيلدينج وعنده عضلات، هيعكسوها ولا بيخافوا ما يختشوش؟ تعالى وانا اقولك.
طب معاه واقع زبونه. لا لفوا ايه ده يعني. زي ما انتوا شفتوا محدش نطق بكلمه، وحتى اللي بص ما بصش غير لما عدينا. بس تفتكروا لو ماشي مع شاب عادي، شاب لابس شورت ولابس على الموضة، تفتكروا الناس هتعمل ايه؟ عموما مش البنات بس اللي بتتعرض لتمييز على اساس شكلها، الولاد كمان. اي حد مربي دقنه، اي حد سابخ شعره، اي حد بالصدفه جيناته خلت عينيه خضره بيتعرض لتمييز. ما تيجوا اسيبكم على التقرير ده ونشوف ايه اللي هيحصل. المصري لو حس انك انت مختلف عنه من وجهه نظره يا اعلى يا اقل. الانسان اللي هو بيبقى شويه نظيف ابيضاني شويه شكله مختلف شويه ناحيه اللون الفاتح مش من الغامق، فهو ده يبقى شويه اعلى في المتر في اي حاجه يعني اي حاجه اي حته بروحها الناس كلها بتفضل تقعد تبص وكده. في ستات وبنات يجي يقول لي يا بنتي يقول لي يا ابني والكلام ده. ممكن مثلا ابقى قاعد بسمع اغاني واحد يقول لي انت ازاي الشيخ بتسمع اغاني. في مرحله بقى الاعدادي وثانوي ابتديت اسمع من زمايلي كتير جملتين، انت لو كنت بنت ما كنتش ستك تمام، وانت مشروع بنته فشل. لقيت الظابط منزلني مش عارف ايه، بقول له ده شكل واحد ارهابي مثلا ولا حاجه يعني. بقول له الصراحه انا بخاف من الدهون. قلت له بخاف من الدهون ليه؟ في ايه وانا شكلي خاوي؟ في بنت ملقبه قاعده تتكلم ومش بتكلمني، بتبص لي وبتتكلم هي وصعبات عليا. رحت اتكلمت معاها واديتها كلامها هزقتها كسرتها ومشيت عشان هي بنت ملقبه بتتكلم عليا ليه؟ دلوقتي اي حد مربي دم الناس كلها بتخاف منه، وبعدين عامل فكره وحشه. المريض مثلا مش عارف اسمي يقول لك الدكتوره بشعه ولازم الاشاره دي. ما ينفعش كده، لا الدكتوره ابو شعر تمام، او الدكتور الحليوه دكتور الامور على حسب ثقافه اللي بيقول. بلاش ما تشوف حد بيدقنه وتقول عليه شيخ وفيمس والكلام دوت، يعني خلي كل واحد يختار لنفسه. كده من حيث الشكل بس بقى في شريحتين في المجتمع، شريحه بتتقبل لابسه قط ولابسه على الموضه، وشريحه ثانيه بتتقبل لابسه خمار ولابسه محتشم. بس كل شريحة موجودة في مناطق مختلفة، دي بيسموها مناطق راقية ودي بيسموها مناطق شعبية. كده كل واحدة محبوسة في منطقة غير التانية، ولو واحدة فيهم حاولت تروح المنطقة التانية الله أعلم إيه هيحصل لها.